السلام عليكم ورحمة الله. يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب قط، فهذا غير صحيح، فإن رسول الله بشر من البشر، يرضى ويغضب، ولكنه كان أكمل الناس وأحسنهم خلقا، فكان غضبه لا يحمله على مجاوزة الحق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط، بل كان يعفو ويصفح إلى أن يكون حقا لله سبحانه وتعالى، فينتقم لله عز وجل. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما، حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل. وأمثلة غضبه لله سبحانه وتعالى ولو على أقرب الأقربين كثيرة جدا، فمن ذلك غضبه من أسامة حينما أراد أن يشفع في المخزومية التي سرقت، وغضبه من معاذ حين كان يطيل الصلاة بقومه. وفي طائفة كثيرة من الأخبار حاصلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولكنه ما كان يغضب إلا بحق، ولا يتصرف في غضبه إلا بمقتضى الحق، ولا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم لله عز وجل، فعليه أفضل الصلاة والسلام، ووفقنا الله للاقتداء به واتباع هديه الذي هو أحسن الهدى.